تشيز كيك مانجو البارد، طبعا بدون بيض وبدون جيلاتين، بارد منعش. شوفوا كيف القوام متماسك، الطبق اللي فوق المانجو خرافية. يلا نبدأ. بالبداية نخلط بسكوت دايجستيف بالخلاط. كذا خلصت الخلط، وهنا أضفت نص كوب بيكان وإصبع زبدة 100 جرام وملعقة موية، وخلطتهم مع بعض. خلاص كذا خلصت. أحط البسكوت بقالب التشيز كيك أو قالب بايركس اللي عندكم. رتبته، أنا حطيته كامل الطبقة، تقدرون تحطون الطبقة من تحت بس. بعدين أدخله الفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة. بالخلاط أخلط مانجو طازج بدون موية بدون أي شيء. كذا خلصت خلط. شوفوا كيف القوام. نجرة التشيز 300 جرام جبن كريمي، ونص كوب سكر بودرة، ونص كوب كريمة خفق، وربع كوب مانجو طازج كذا، وفانيلا. خلاص اخلطهم مع بعض بالخلاط. شوفوا كيف القوام بسرعة بيتماسك مع بعض. اذا تبغون جيلاتين تقدرون تضيفون جيلاتين، بس انا صراحة ما حبيت اضيف الجيلاتين. خلصت كذا، شوفوا كيف القوام متماسك. خلصنا. خلاص الحين بحطه بصينية القالب التشيز وادخله الفريزر. كذا خلصت. شايفين كيف سهولته؟ سهل مرة مرة مرة. خلاص الحين رتبته، خلاص بدخله بالفريزر يجمد، واجهز طبقة المانجو. هنا عندي ملعقة كبيرة جيلاتين وثلث كوب موية حارة مغلية، حركهم مع بعض. خلاص اختلط الجيلاتين، اضيف كوب مانجو طازج اللي تو خلطناه بالخلاط، واخلطهم مع بعض. تطلع لي طبقة خرافية فوق التشيز. الحين طلعت التشيز من الفريزر، اضفت الخلطة على طول. طبعا الخلطة على طول تتماسك. هنا بفك قالب التشيز، شوفوا كيف الصينية. خلصت. بعدين اطلع التشيز كيك واقدمه بصينية التقديم. بعدين نسوي الديكوريشن، عاد كل واحد على حسب رغبته. انا هنا قطعت مانجو مربعات ورتبته، وهنا عندي ورق ذهب. خلصنا كذا. خلص التشيز سريع وسهل مرة مرة مرة. يعني كل هذا مع الفريزر مع كل شيء أخذ من تقريبا 4 ساعات أو 3 ساعات، لأنه يجلس في الفريزر 4 ساعات بالكثير. كذا خلصنا. شو رأيكم بالجمال؟